مصانع ومعامل معطلة وبضاعة كاسدة، هذا هو حال الصناعة العراقية بعد العام 2003 بسبب الإهمال الحكومي وأغراق السوق المحلية بالمنتج الأجنبي. الصناعة العراقية بحاجة إلى من يقومها ويضعها على الطريق الصحيح، بحاجة إلى إنتاج، بحاجة إلى تشغيل. اليوم لدينا أكثر من 50,000 معمل ومصنع معطل، بحاجة إلى تشغيل هذه المصانع. لو شغلت وعملت ستقضي على كثير من البطالة الموجودة في الشارع. كانت فعلا الصناعة الكثير من التحديات، من ضمن التحديات عدم وجود تخطيط صحيح للنهوض بالصناعة الوطنية، رغم أن الدولة خصصت مبالغ كبيرة جدا على الموازنات الاستثمارية، لكن ما كان هناك تخطيط، إضافة إلى الوضع اللي مر به العراق، الوضع السياسي والوضع الأمني وكثير من المعوقات، وأيضا كل أغلب معامل الموجودة على مستوى وزارة الصناعة والمعادن هي تم إنشائها في سبعينيات القرن الماضي، معامل يعني تعتبر قديمة. الاستيراد اللي غطى السوق كله من جميع المناشئ وخصوصا الصيني أثر بشكل كبير على صناعتنا احنا، زين، وخصوصا صناعة الجلدية القطنية السجاد كلها تأثرت بها. انت تدري العالم كله بتطور مستمر، احنا مكايننا يعني بيها حديث بيها قديم، فالشغلات القديمة اللي نحدثها ندخل تكنولوجيا جديدة. منتدى الشراكات الصناعية الذي عقدته وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية في مدينة البصرة بحضور رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني عرض الفرص الاستثمارية الواعدة وأكد على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير الصناعة العراقية. انطلق اليوم من أرض البصرة الفيحاء منتدى الشراكات الصناعية بحضور ورعاية مباشرة من دولة رئيس الوزراء المحترم ومعالي وزير الصناعة المحترم الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم. هذا المنتدى ضم طرح 90 فرصة استثمارية، هذه الفرص من شأنها تنمي الاقتصاد العراقي وتوثق العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص. الهدف من المنتدى هو تعريف وعرض الفرص الاستثمارية التابعة لوزارة الصناعة أمام المستثمرين. في اقتصاد بالعالم ما يستطيع أحد يحرك عجلته إلا المصارف اللي هي تقوم بعملية وساطة بين أصحاب الفوائد المالية وأصحاب الاحتياجات المالية. التكاليف العالية لإعادة تأهيل المصانع لا يمكن توفيرها إلا من خلال تنشيط القطاع المصرفي لتمويل تلك المشاريع، ما تسهم بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأفضل. لقناة زاغروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.